يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات.